برضو عايز اقول لحضراتكم ان الكابتن خطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي للاعبي السله قبل السفر الى رواندا غدا: ثقتي بكم كبيره وننتظر نتائج تليق بالاهلي ومكانته. حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي على حضور المران الاخير للفريق الاول لكره السله رجال قبل السفر الى رواندا للمشاركه في نهائيات بطوله افريقيا للانديه بال 3. وعقد الكابتن محمود الخطيب اجتماعا مع الجهاز الفني واللاعبين عقب نهاية المران، وجدد لهم التهنئة بالفوز ببطولة دوري السوبر وكأس مصر، وأكد على أن الانتصارات التي تحققت في البطولات المحلية لابد أن تكون دافعا للفريق لتحقيق الفوز على المستوى القاري، وأن الفريق يملك جهازا فنيا على مستوى عال ولاعبين متميزين ومنظومة عمل متكاتفة تعمل من أجل مصلحة النادي. وأضاف أنه واثق بأن الجميع سوف يبذل قصارى جهده في هذه البطولة المهمة حتى يقدم الفريق العروض التي تليق بإمكاناته ويحقق النتائج المرجوة ويتبوأ المكان التي يستحقها. وقال رئيس النادي الأهلي أنه بقدر سعادته بإنجازات هذا الموسم، لكن جمهور النادي الأهلي تعود على مدار تاريخه أنه لا يتوقف عن الفوز عند الفوز ببطولة أو أكثر، وأن هذا الجمهور الوافي الذي يساند النادي في كل المواقف من حقه أن يسعد بالانتصارات والبطولات، وهي مسؤولية يتحملها كل من يمثل الأهلي في كافة المحافل الرياضية. ده كان كابتن محمود الخطيب في اجتماعه النهارده بعد نهايه تمرينه الفريق الاول لكره السله ان شاء الله، اللي هيسافروا للعب بطوله البال ان شاء الله خلال الايام القادمه او من يوم السبت.